السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، إزيكم وحشتونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. فيديو النهاردة تصوير الصين لحم للمشتري اللي هو أستاذ أحمد. أنا آسف أستاذ أحمد إني ذكرت اسمك، بس عشان تكون شاهد علينا وعلى طريقتنا إحنا بنبيع إزاي. في البداية ده قص أول شغله أستاذ أحمد أهو، طبعا هعمله لك بعلامة، أنا بصوره لك قبل الشحن. ده اللي انا قلت لك اول شغله، وانت كنت مستعجل عليه، فانا كنت كشفت على البيض قبل كده، فكان في بيضه مخصبه والتانيه لسه ما ظهرتش. انا عارف ان هي كانت لسه ما ظهرتش وقلت لك كده، وانت قلت لي لو هو طلعت فارغه شوف لي قص تاني. طيب انا هجيب لك البيض اهوت بكل امانه، هنشوفه. انت كده شفت المستوى، انا محضن تحتهم بيضه ثالثه وكاتب عليها برضو طبعا عشان نعرف ان هي مش بتاعتهم، مكتوب عليها منقول اهو، منقول يعني من حمام تاني. طبعا لاني طبعا كنت ببيع حمام، ولما بسلمه بيفضل البيض بتاعه، فما برضاش ارمي البيض، فبحضنه تحت حمام تاني. دي الفكره يعني. يبقى ده القص الاول، هنكشف على البيض برضو مع بعض، بس لما اطفي النور اما اوريك القص التاني الاول. ده القص التاني، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك، ربنا يبارك لك فيهم باذن الله. نجيب كده برضو، هنا انا محضن تحته بيضة تالتة، بس البيض ده بقاله كتير. هنشوف تاريخه، اول بيضة، القلم اتمسح تقريبا، دي من مكتوب عليها منقولة اهي. القلم طبعا الاخضر ده ما عادش هكتب بيه لانه بيتمسح. ايوة دي من 20/1 او 21، القلم ده مش حلو، من 20 او 21. النهاردة 4 فبراير، يعني البيض ده بقاله حوالي 15 يوم 14 يوم حاجة زي كده، فقرب يفقس، قدامه حوالي 4 ايام ويفقس. تمام، مخصب طبعا باين جدا، من ما عادش هيبان لو كشفنا عليه دلوقتي بالكشاف، ما عادش هيبان، هيكون غامق جدا، هيكون اسود، مش هيكون رايق. برضه هنشوفه مع بعض، هطفي النور وهوريك البيض بتاع ده وبتاع ده. طيب هجيب الطاجن البيض، بس ما تكسرش البيض عشان نكشف على الثلاث بيضات دول اهم. نحطهم بس في مكان تاني كده. دي مش بتاعتنا طبعا، مش بتاعت القصين، بس برضو بوريها لك ان هي مخصبه، انا مش هسيب بيضه فارغه زي ما انتوا عارفين. دي البيضه اللي هي تاريخها 28/1 كانت ظهرت الاول ان هي مخصبه، دي البيضه 28، انا بكتب على البيضه الاولى ما بكتبش على البيضه الثانيه. نشوف بقى البيضه اللي هي يوم 30 اللي انا ما كتبتش عليها، طبعا هو الحمام بيبيض يوم ويوم. دي البيضه اللي هي يوم 30 اهو، بسم الله ما شاء الله، في باين الفرق ان هو يومين، لكن هي معمره برضه اهو، بسم الله ما شاء الله، تمام كده ظهرت اهي، لكن طبعا اصغر من اللي هي 28، دي بتاعت يوم 30، بكتب على البيضه الاولى بس، فطبعا ببقى عارف ان الثانيه بعدها بيومين. طيب ده بالنسبه للقص الاولاني، نرجع لهم البيض كده. هنجيب البيض بتاع القص اللي هو انا قلت لك قرب يفقس اهو. سيبها هتلاقيها يعني ايه، عشان قرب يفقس هتلاقي البيض غامق جدا اهو، شوف ازاي. طبعا كده خلاص ما عادش يبان العروق قوي زي ما انت شايف، البيضة غامقة، التلات بيضات التانية اهو، التالتة اهو زيهم، اسودت خالص اهي. نرجعهم للحمام. طبعا البيض ده كله هشيله حضنه تحت حمام تاني بعد تسليم الحمام. انا عندي حمام زاجل وعندي حمام لحم، فبحضن تحته. هقول لك برضو بعمل ازاي. شايف حمامة زي دي مثلا، دي حمامة زاجل مش لاحم على فكرة يا جماعة، السايب ده انا ما بربيش اللحم في السايب عشان ما يتلخبطش يعني على الحمام، يعني ما يكسرش في بعضه
ما يتجوزش من بعضه، حتى اللي هو اللحم اللي سايب ده، ده لسه شباب لسه ما اشتغلش، فاللي هي سايبه دي بتربيها سايب، انا هطلع دي بيضه بلاستيك استعدادا لاني احط لها لها البيض اللي هو لسه طازه ده. ده حطها امبارح اشوفها كده البيضه سخنت كده اعرف انقل البيض، لما البيضه خلاص الحمامه دي رقدت اشغلها حضان. انا مش محتاج بيضها، مش محتاج الزاجل دلوقتي في حاجه، لكن محتاج البيض بتاع اللحم ده. طيب ايه اللي انا بعمله مع الحمام علشان الحمام ينتج معاك، عشان تكون ماشي بنفس الطريقه اللي انا ماشي بيها ما يبقاش في اختلاف؟ انا مربيه في سلكات 60 في 60، ارتفاع العين 50. دي افضل طريقة ان انت الحمام يلحم معاك العش بالعش ويراعي الزغليل، علشان حتى ان هو يعني ايه ما يلعبش كتير. الحمام طول ما هو في السلكة ما يلعبش كتير، ما يدخلش في معارك مع حمام تاني. ده افضل حاجة للحمام اللحم يا جماعة. اقل حاجة للعين 60 في 60، زي ما هنشوف كده. اوريك حاجة، ده عش الزغليل بسم الله ما شاء الله. هنشوف كده ما شاء الله حجمهم، هو لسه عمرهم صغير، باين من الريش عمرهم صغير جدا، يعني مثلا نقول اسبوعين. الذكر ابوهم مات من حوالي اسبوع او اكتر من اسبوع، ودي الارمله بتاعته، دي النتاية بتاعته ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، هي اللي قايمه بيهم. ده يا جماعه اول شغلها، مش هقول لك بقالها كتير، ده اول شغلها، او جايز تاني عش مش من زمان يعني، فده تاني عش مثلا نقول. لكن اهو بسم الله ما شاء الله مرعياهم طالما هي في سلاكه. دي لو هي متربيه سايب هتروح تتجوز تاني ومش هتسال عنهم وخلاص، والزغليل هتموت او انت تشيلهم بقى تاكلهم، لكن هي في سلاكه بسم الله ما شاء الله قايمه عليهم، فانا مش عايز اجوزها الا ما الزغليل دي تبدا تعتمد على نفسها. عشان اريح نفسي انا ممكن اجوزها ذكر تاني وابدا ازقق الزغاليل دي او اكل الزغاليل دي يدوي، لكن انا سايبها تاكلهم، ربنا يهديها ان شاء الله ويبارك ان شاء الله، اللهم بارك بسم الله ما شاء الله. طبعا في شخص طلب نتايه، هنعطي له النتايه دي. طيب انت بتعمل ايه للحمام وبتاكل الحمام ايه؟ انا باكل الحمام الكلفه المتوازنه اللي هسيب لك مكوناتها دلوقتي من فيديو عملته قبل كده عن مكونات الكلفه اللي انا ماشي عليها. ممكن هتقول حد تاني بياكل احسن او ملناش دعوه بحد، ده اللي انا ماشي عليها وماشيه معايا كويس. طيب ايه بقى المكونات بتاعتنا؟ شوف بقى يا سيدي، يبقى 5 كيلو دور حمام، 2.5 غله، 2.5 دور اصفر، 2.5 دول غله و2.5 دور اصفر علشان برضو توفر معاك شويه. كيلو ونص فول حمام، وكيلو ونص بسله، البسله الخضراء دي ما تجيبش اللي هي النوع الاصفر، النوع الاخضر ده اللي هي مجفه برضو بس هي لونها اخضر كده. ده اللي احنا بنعمله للحمام. هتحب نحط عليهم ايه بقى الاضافه؟ طبعا طول السنه ده ما تمنعوش ابدا، ثنائي فوسفات الصوديوم، معلقه كبيره، معلقه اكل كبيره على 5 كيلو من الكلفه بتاعتنا. تمام، دي الحاجات اللي ما بنبطلهاش طول السنه، طبعا لاكل ولا ثنائي فوسفات الصوديوم، زائد اللي هو التحديق. التحديق اللي هو البلدي ده بيتباع تقريبا الكيلو ب2 جنيه عند اللي بيبيعوا الكلفه بتاعت الحمام. اهم شيء فيه العنصر الاساسي فيه اللي هو محار البحر او القواقع اللي هي المطحونه او الصدف اللي هو المطحون ده، سميه زي ما تسميه، اهم حاجه اللي هو فيه محار البحر ده، ده اللي هو التحديق ده. ليه بقى؟ لان ده اللي بيكون الكالسيوم اللي بيحتاجه الحمام علشان البيض. جروفيت بلس 3 ايام في الشهر، سنتي 1 سنتي على لتر الميه لمده 3 ايام في الشهر، زائد سيلينيوم. اشتري سيلينيوم ازازه صغيره زي كده، هتجيب حاجه زي كده مثلا ابوها زي دي سيلينيوم، لا الا بقى يعني ايه سيلينيوم مستورد، تستخدمه 1 سنتي لمده 3 ايام. زائد ان انت برضو هتستخدم يعني مثلا دي 3 ايام وبعدها جروفيت بلس 3 ايام، لكن مش ورا بعض، مش لازم ورا بعض يعني، تستنى اسبوعين وتاتي ايه 3 ايام جروفيت بلس، يبقى كده 3 ايام من ده و 3 ايام من التاني، حاول تفرق بينهم مثلا اسبوعين. اشتري عبوه صغيره، تشتري عبوه كبيره، اللي يكفيك يعني على حسب انت مربي قد ايه. كل الحاجات دي بتتباع بالسنتي يا جماعه. ده اللي انا بعمله. لو في اي سؤال عايز تساله انا ما بتاخرش على حد في الرد، برد على كل الاسئله. ندع بالبركه لاخونا احمد اللي هو ياخد القصين، وتحت امركم جميعا في اي سؤال. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.